ما بده يكون معك، ولكن بنفس الوقت ما بده إياك إنك تكون مع غيره. للأسف هيدي الحالة كتير بتصير أحياناً، خاصة إذا كنتوا عم تتعاطوا مع شخصية أنانية أو شخصية نرجسية. ليه؟ لأنه قمة الأنانية وقمة النرجسية هي لما أنا أكون عم برفضك أو أنا ما بدي لبي لك احتياجاتك، لن العاطفية ولا حتى ارتباط ولا حتى أني أكون معك، وعم برفضك بكل الطرق المتاحة قدامي، ولكن بنفس الوقت لما لاحظ أنه أنت ممكن ترتبط بغيري أو ممكن صار عندك شخص تاني غيري، فهون أنا بصير أبذل مجهود وأعمل أي عائق، يعني بمعنى أني أنا خرب عليك هيدي العلاقة بطريقة غير مباشرة، أني أؤذيك بعلاقتك مع الشخص الآخر، أو حتى أنه أنا أرجع أظهر بحياتك وأظهر تمسكي فيك أو أنه رجوعي لإلك بطريقة أو بأخرى بمجرد ما لاحظت أنك صرت مع شخص تاني. رح نعطي أولاً لماذا، يعني ليه هالشخص هيك عم يعمل أو ليه عم يتصرف هيك. طيب ما هو يكون معي وخلص، أنا ما بروح عند غيره، يعني هو لا بده يكون معي ولا بده ياني روح عند غيره، ليه هيك عم يتصرف؟ مثل ما قلنا أنه بأول سبب هو إنسان نرجسي، والشخص النرجسي بطبيعته منه شخص منطقي، يعني بيتصرف خارج المنطق. ما في أي سبب منطقي لأي شخصية مضطربة، لأن هو لو منطقي بالأساس ما كان رح يكون شخصية مضطربة. فإنك تدور أو تبحث عن سبب منطقي لأنه شخص مضطرب أو نرجسي يتصرف معك هيدا التصرف، فكأنك عم بتحاول تلاقي علاج لشخص هو بالأساس ما بده يتعالج لأنه هو بيعتبر نفسه مش مريض. طيب هل ممكن الشخص النرجسي يتعالج؟ بحالة واحدة فقط، لما هو يعترف أنه نرجسي بيتعالج، في طرق علاج، ولكن أولا وأول خطوة بده هو يعترف أنه أنا نرجسي وأنا أريد العلاج، هيدي هي الطريقة الوحيدة لعلاجه. أما إذا هو مصر أنه أنا مش نرجسي وأنا الصح وأنت الغلط، فهون مستحيل علاجه. من بعد ما عرفنا لماذا، شو العلامات اللي بتدل على هيدا التصرف المضطرب اللي حكينا عنه؟ هي أهم علامة إنه هالشخص لما تركك أو لما رفضك أو لما هجرك هو اللي أخذ هيدا القرار، قرار كان جائر بحقك، يعني هو اللي ظلمك، هو اللي جرحك، هو اللي اتخذ قرار الرحيل من دون سبب، من دون ما أنت تكون غلطان بحقه، وبالتالي هو بيستمر بالمراقبة، بفعل المراقبة كي يطمئن على الفريسة أو الضحية، لأنه هو عم يشبع نرجسيته وبيشبع عقد النقص بأنه يستلز لما يراقبك ويشوفك بعدك سنجل أو بعدك متعلق فيه أو بعدك عايش حياة دراما وحزن وزعل ودمار، فهو ممكن يراقبك إما على وسائل التواصل أو حتى على أرض الواقع. فلما هالشخص يراقب ويشوف انه انت عايش حياتك بشكل طبيعي، بل يمكن مش بس انك عايش حياتك بشكل طبيعي، بل ايضا ممكن صار عندك ارتباط جديد او علاقة جديدة بحياتك، فهون بتكسر له نرجسيته، ولما تكسر له نرجسيته هون رح يحاول بشتى الطرق انه يرجع لحياتك او يمنعك من العلاقة التانية، اما بده يحاول يفسدها أو يخلق أي مشكلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ليبعدك عن الشخص الآخر، أو ربما بده يرجع بحجة إنه هو بده إياك أو إنه ما بيستغني عنك أو بيصير لطيف أو يعمل هيدي الإيحاءات كأنه يريد الرجوع أو كأنه هو بحبك، وربما يقلب الطاولة عليك إذا كان نرجسي خفي إنه يقلك أنت اللي تركتني أو أنت اللي ظلمتني. كيف بتتعامل مع هيدا الشخص؟ هني بالحقيقة ثلاث طرق. أول طريقة هي المعاملة بالمثل، يعني هالشخص لما يغيب ما تسأل عنه وعيش حياتك بشكل طبيعي ولا كأنك مأثر بغيابه، ولما يرجع إذا كان عم يرجع يحاول يعبر عن اهتمامه بطريقة إيجابية استقبله بطريقة إيجابية. ولكن أهم قاعدة هون مش إنه ترجع نفس العواطف والمشاعر، لا، صحيح إذا هو منيح معك أنت منيح معه، عم بتبادلوا الطاقة الإيجابية بطاقة إيجابية مماثلة، ولكن
بدك تعرف أن تدرك، يجب أن تدرك أنه مثل ما عمل أول مرة ممكن يعمل تاني مرة. لذلك الإدراك هون يجب أن يكون أنك ما تعتبر نفسك مرتبط بهيدا الشخص. هيدي أهم قاعدة، وما تعتبر أنه هيدا الشخص هو شخص ثابت بحياتك، فقط كون مرآة تعامله بنفس أسلوبه. أما إذا حاول يدمر لك علاقتك بالشخص الآخر أو يخلق فتنة بينك وبينه، فبدي منك أن لا تتجاوب أبداً مع محاولات التخريب أو التدمير اللي بحاول يمارسها على علاقاتك. وأهم أنك ما تخبره تفاصيل علاقاتك الأخرى، وحتى أنه تفصل علاقتك فيه عن أي علاقة تانية بحياتك. يعني ما تحاول تنصاع لإله أنه هو يجردك من كل علاقاتك الاجتماعية لحتى يستفرد فيك ويتملكك، وبالتالي هو لما يتركك رح تبقى وحيد. وهيدا الموضوع بدي منك ما تدمر وما تخسر أي علاقة، سواء صداقة أو حب أو علاقة قرابة أو علاقة عائلية، ما تخسرها لأجل هيدا الشخص، حتى إذا كان عم بحاول يدمر لك هيدي العلاقة، لأنه هو هدفه تدمير علاقاتك، لأنه تدمير علاقاتك هو بمثابة استفراد. يعني لما اتركه رح يبقى لحاله لأنه ما إله غيره. وبالتالي إنك تحافظ على كل علاقاتك وما تلغي أو تدمر أي علاقة بسببه، هيدي خطوة كتير مهمة أيضا. ثانياً استفزازه بالتناقض، يعني هو شخص متناقض، لأنه فبدك تلعب معه لعبة التناقض. يعني هو عم برفضك، ما بدي إياك، ولكن ما بدي منك تكون مع شخص غيري. وبالتالي استفزازه بالتناقض، إنه أوقات تعامله بطريقة منيحة وأوقات تقطع الاتصال عنه ولا كأنه بيعني لك، هيدا الموضوع كتير مهم لتعيشه. نفس التناقض والاستفزاز اللي هو عم بمارسه عليك. ثالثاً وأهم نقطة، إنك تظهر له إنك شخص عندك اكتفاء ذاتي والقدرة على الاستغناء، وهيدا الشيء رح يستفزه إلى أقصى الحدود. طيب كيف؟ مثل ما حكينا بالخطوة الأولى، لما تحافظ على علاقاتك وتكتفي بنفسك وإنك شخص محبوب ومرغوب بغض النظر هو كان بحياتك أو انسحب منه، سواء هو بده إياك أو ما بده منك تكون مع غيره، بيّن له إنه أنا شخص مكتفي بذاتي، وأنا شخص يعني عندي كتير خيارات. وهيدا الموضوع لما يشوفك انت شخص ناجح واجتماعي ومش عم تتأثر بغيابه، هيدا الموضوع رح يدمره الى اقصى الحدود. وبالتالي بدلا مما هو يعيشك بحالة التناقض، انت رح تردله الصفعة او الحيلة الخبيثة اللي كان هو عم بحاول يطبقها عليك. وأهم انك ما تأثرت وما تأثرت علاقاتك الاجتماعية بسببه.